يا اخوالي كانوا طالعين من الشحن ضربوه في اي مصر بالبحر ضربوه شنو الخيام هذه والتكيات والشغل الاكل ونزلني على شغل انا وست نفار وظلوا هم تسعه بروح باش بوزعوا اكل على المخيمات اللي عملناها، عملنا مخيمين ثلاثه وبوزع هان وبجيب للناس. بتفاجئ بيتصلوا علي بقول لابو مالك واخوته استهدفوهم على خط البحر عندي 17، طب ليش؟ انسان بيشتغل لخدمه الناس، اقسم بالله بخدم الناس وبطعم الناس وبساعد كل الغلابه والمحتاجين، ايش ذنبه؟ ايش دخلوا؟ والله كل يوم الناس 100 نفر 200 بدقوا عليه بدو يساعدهم بدهم اياه يساعدوه بدهم اياه يساعدهم وبده هذا بده كابون بيعطيه هذا بده 200 شيكل هذا بده حاجه بيساعده. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل.